نشن ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة نشن كتاب الرياضة البحرينية من أجل الحياة الذي قامت الأكاديمية الأولمبية البحرينية بعداده تنفيذا لتوجيهات سموه الداعية إلى جعل الرياضة منهج حياة في مجتمعنا البحريني. وقد أبدى سموه أعجابه بمحتوى هذا الكتاب القيم وبالطريقة المتميزة لإخراجه وتنفيذه مشيدا بجهود فريق الإعداد الذي ترأسه البروفيسور العالمي ستيفان بالي بالإضافة إلى كل من مدير الأكاديمية الأولمبية المحاضر الدولي نبيل طه والدكتور حسين جعفر والسيد محمود يتيم. ووجه سموه إلى أهمية نشر هذا الإصدار وتوزيعه على الجهات ذات الاختصاص لتعميم محتوى على شرائح المجتمع البحريني المختلفة وتفعيل ما به من إرشادات ونصائح علمية على أرض الواقع. هذا وقد قام الأمين العام المساعد المجلس الأعلى للشباب والرياضة أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية السيد عبد الرحمن صادق عسكر بإهداء سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة النسخة الأولى من هذا الكتاب.